فيما يخص فيروس كورونا مشاهدينا الكرام في العراق، وزارة الصحة العراقية سجلت 1905 إصابات بفيروس كورونا خلال موقفها الوبائي الخاص بالجائحة حتى أمس الاثنين. قالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية واع إن عدد المتعافين من المرض بلغ 487 حالة تقابله وفاة اثنتان. كما أضافت أن عدد متلقي اللقاح المضاد لكورونا خلال 24 ساعة الماضية بلغ 14209